عن هي عن هي عايشة وقريب قريب قوي. نعم السلاح عندك حل تاني؟ لا بس انا برضو مش عارف انت ازاي هتقدر تدخل التجارة من غير ما ابويا واخواتك ياخدوا خبر. احنا هنلعبها صايمة بس مش دي المشكلة دلوقتي. المشكلة دلوقتي في التمويل، الفلوس. انا عندي سكة ماجي الخربوط لي فاكرها. ودي تضمن انها ما تجيبش سيرة لابوك؟ اللي عرفته منه ان هي كانت جايه له وهتموت على الشغل تقريبا، ورثه ومعاها خميره حلوه، واللي زي دي استحاله ترفض الشغل باي شكل من الاشكال. ودي سكتها ايه؟ مفيش غير عز هو الوحيد اللي يقدر ينجز لنا الحوار ده. طب كويس، انا كده كده كنت ناوي ادخله معايا هو وادهم. يحيى ضامن ان هما ما يبعتروش بالكلام؟ ادهم وعز العيال دي وشي بهدله زينا، نفسهم يمسكوا فلوس يلعبوا بيها، وده اللي هيخلينا نعرف اشغلهم صح. الله يعينك. ما قلتليش هتعمل ايه مع ريهام؟ والله ما انا عارف يا عمار. انت لو مكانها هتعمل ايه؟ هتيجي على مراتك وتطلقها؟ ولا تعاند اخواتك ويبقى بينكوا قطيعه؟ أنا مش عارف أقول لك يا يحيى، بس اللي أنا عارفه دلوقتي إن كله مركز في الأزمة والفلوس، فإحنا خلينا نخلص الطلعة بتاعتنا دي وبعد كده نفضل الموضوع ده، واللي فيه الخير هيكون. والله العظيم أنا ابتديت أتوه منك. تتوهي ليه؟ دي حتى القهوة بتصحصح. هو أنا مستنية القهوة عشان تصحصحني؟ أنا بس مش فاهمة حاجة، لما هو نوح ولا ناجي ده ولا أنا مش عارفة اسمه إيه هو اللي ماسك كل الشغلانة، إيه اللي يودينا ليحيى؟ ما نروح لنوح على طول. لوسيا تعرفي تقابلي نوح؟ نوح ده مش أي حد بيقابله، دي مش تجارة ملابس ولا أنتيكات، دي تجارة سلاح، يعني مش أي حد بيوصل. أنا حاسة إن الموضوع ده فيه إن حتى من قبل ما ابتدي الشغل. يا ستي ولا ان ولا حاجه، الموضوع بسيط، انت هتمولي بفلوس والفلوس هترجع لك عليها مكسبها، وفوق ده هتكسبي خبره الشغلانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه لان سليم قال بعظمه لسانه ان العطارين ما بقاش ليهم اي علاقه بالشغلانه دي. اولا سليم العطار ما بقاش كبير العطارين، يحيى العطار هو كبير العطارين، وبعدين احنا هنعمل الشغلانه دي من ورا عم سليم. مش قلت لك الموضوع في ان؟ يا ستي ولا ان ولا حاجه، وبعدين انت مش هيجيلك الفرصه ان انت تخش تجاره السلاح دي تاني. لو كان الموضوع ده هيقربنا من نوح ليه لا؟ يعني اقول لي احيانا انت موافقه؟ وحدد معاك. هو ده الكلام. ايه ده طنط، انتي لسه قاعده؟ ده احنا بقالنا ساعه مخلصين الاكل. بكلم عمك فتحي على الواتس، الراجل ده هيجنني. اوعي يكون مزعلك. بيني وبينك انا اللي كنت مزعلاه النهارده قبل ما انزل. والله انتي اللي مزعلاه؟ اه بس هو ما بيقدرش على زعلي ابدا. من شويه لقيته بعت لي ورد على الواتس وكاتب لي عليه احلى مسا عليك يا اميره حبي انا. ده شكله رومانسي قوي. امال انا اتجوزته ليه؟ برشام ايه ده اللي انت بتاخديه؟ هو انت عيانه؟ لا يا حبيبتي، ده الكويس اللي الدكتوره كتبته لي عشان الحمل. اه دواء يعني عشان تحملي؟ هو فيتامين بيساعد. ادعي لي بقى. ادعي لك يا بنتي، ان شاء الله ربنا هيكرمك وياخد بخاطرك. يا رب يا حبيبتي. بس بقولك يا طنط، اوعي تجيبي سيرة ليحيى عشان هو ممكن يتضايق من الموضوع ده. حاضر يا بنتي، مش هقوله. ماشي يا حبيبتي، انا هقوم بقى اريح شويه لحد ما يحيى يجي. تعملي ايه يا طنط؟
باخد صورة سيلفي وببعتها لفتحي. تفتكر بعد ما اخواتك يعرفوا موضوع العملية هيفهموا بقى الأسباب اللي أنت بتتكلم فيها؟ مش عارف، بس المفروض بعد ما يشوفوا الأزمة اتحلت يفهموا إن الغرض من العملية ما كانش رجوع للتجارة. شوف يا يحيى، أنا وأنت عارفين الكلام ده كويس، بس بعد توابع موضوع العملية بيتهيألي الكلام هيكتر، وطبيعي جدا الموضوع ممكن يتفتح. أنت عارف يا عمار أنا عملت العملية دي ليه؟ عارف يا يحيى، وعشان كده موافقك في كل اللي بتفكر فيه. أنا مقدر المسؤولية اللي أنت فيها. يا أخي ساعات بفكر أقول لعم سليم يختار كبير تاني. ما بقتش عارف أعيش خلاص. بصحى كل يوم من النوم عشان أفكر إزاي أحل كل المشاكل دي. على كده بقى عم زين الله يرحمه ده كان بطل. والله أنا ما عارف عمك زين الله يرحمه كان شايل كل الليلة دي إزاي. هو وأبويا كانوا عاملين دويتو عالمي. حاجة كده زي بركوتة ومرزوق في سلامة يا صاحبي. هو الدويتو اللي أنت بتتكلم عليه ده بقى عايزين نمشي عليه بالمسطرة. وجودك جنب عمار مطمني. طمني يا يحيى. هنكمل كل اللي بدأوه. وهنرجع كل حاجة لمكانها الطبيعي وأحسن. المهم طمني عز عملي مع مالي. عندنا ميعاد معاها بكرة. على خير. وموضوع بيري أنا مكلف مهدي التقصدي كده على شوية حاجات، ولو طلع اللي في دماغي صح الليلة هتبقى كبيرة أوي يا عمار. تقولي لي بتخاف من ايه يا يحيى عطار؟ أقولك ما بخافش في حياتي كلها غير من الوقفة دايما وراها نكت. مالك يا حبيبتي؟ مفيش. عيب. أنا عارف. مين مزعلك؟ أنا زعلتك في حاجة؟ يحيى أنا مش عايزة أتكلم في حاجة تضايقك أو تضايقني أو حتى تخلينا نزعل من بعض زي زمان، بس أنا ليا عندك طلب. قول يا ست اللي أنت عايزاه وأنا معاكي في أي حاجة. أنا عارفة إن أنت نفسك في ابن، وعارفة كمان إن المشكلة من عندي، فأنا ما عنديش مانع إنك تتجوز، بس تطلقني وتتجوز ما توجعنيش. خلصتي؟ آه خلصت. طب يلا بقى استعيذي بالله كده من الشيطان ونيم عشان شكلك تعبان. يا ريت تحترم كلامي اكتر من كده. هو انا لازم ارد على التخاريف اللي انت بتقوليها دي عشان ابقى بحترم كلامك؟ انا ما بقولش تخاريف على فكره. في ايه يا بنتي مالك؟ ما انا نازل الصبح وسايبك زي الفل، مالك في ايه؟ مفيش حاجه، انا بس عايزه افهمك. ريهام انا بحبك، وبعدين لسه الامل موجود، وحتى يا ستي لو مفيش امل انا عارف ان انت لو مكاني ما كنتش هتسيبيني. بعدين لو تعرفي عني ان انا قليل الاصل كنت تقولي كده براحتك. يعني انت يا يحيى مش هتتجوز عليا؟ لا طبعا هتجوز عليك. نعم. اه شفتي؟ انا لو اتجوزت عليك هيبقى عشان البوز ده مش عشان الخلفة. فكي بقى البوز ده عشان ما اتجوزش عليكي. والنبي عسل. انت بتقف في طريقي ليه يا نوح؟ لأن الطريق طريق نوح. أنا اللي علمتك الشغل، وأظن إن كان في بينا اتفاق. وأنا قلت لك سيبنا أفكر. إن أسيبك تفكري ده مش معناه إنك تشتغلي من ورايا. أنا حر؟ حرة طول ما أنت بره مملكتي، لكن طالما قربتي من مملكتي تبقي بتاعتي. ما تنساش يا نوح إن المملكة دي أصلاً بابا اللي بناها. وأنا اللي كبرتها. طب لو سمحت انا عايزه البضاعه. الشغل ده انا ما كنتش فيه لوحدي،
في معايا ناس وليهم فلوس. رودي العزاز، مش مهم. انت بتراقبني؟ انا مش محتاج ان اراقبك، انت اللي نسيتي مين نوح. انت ليه محسساني انك بتتعاملي معايا لاول مره؟ عموما انا هعتبر انك فديتي نفسك انت والصنوره بنت سيف بالبضاعه دي. هي بتدفع ثمن غدر ابوها وانت بتدفعي ثمن شغلك من وراها. انت بتعمل كل ده ليه يا نوح؟ انت اللي بتختاري مش انا. وعموما العرض بتاعي لسه مستمر عشان لو حبيتي ترجع لعقلك، بس خلي بالك ان العرض ده لفترة محدودة، الفترة قربت تخلص. منورين بيت الخربوط يا عطارين. نور بقاله ست الكل. اتفضل يحيى. انا كلمت عنك مدام ماجي كتير يا يحيى وهي متفائله. كنت متفائله، بس بعد ما عرفت انها عمليه واحده يعني. هي الحقيقه عمليه واحده قابطه من بره بره، عمليه ومسنون فيها. واعمل ايه انا بعد كده؟ والله يا حضرتك ممكن بعدها تشتغلي في اي حاجه تانية. يا سلام، طب ما كنت اشتغلت في اي حاجه تانية من الاول، ايه اللي يخليني اشتغل دي وبعدين اشتغل في حاجه تانية؟ طيب وماله؟ براحتك. جرى ايه يا يحيى؟ مالك اخوك عصبي كده ليه؟ اقعد يا يحيى. يحيى حب بس نتكلم. اقعد لسه في كلام ما خلصناهوش. عموما انت ممكن تعتبر العمليه دي حاجه كده زي تجربه، هتشوف فيها الشغلانه وهتشوف المخاطر اللي فيها وكمان هتشوف المكسب، ساعتها هتقدري تشتغلي من غير وجودنا. من الاخر الموضوع عرض وطلب، هتدخلي معانا العمليه وتاخدي نص المكسب، وانت مالكيش دعوه ولا باستلام ولا تسليم ولا تامين ولا بيع. الصراحه كده انت شكلك بتحب تجيبها من الاخر، تعجبني. انا موافقه، بس بشرط اعرف هدفع كام وهكسب كام. كده بقى نتكلم. على فكره انا كده كده مكمله. انت عندك حق بصراحه، بعد الارقام اللي يحيى قالها لو فعلا الارقام دي حقيقيه الواحد يعملوا شغلانتين ثلاثه في السريع كده ويريح بقيه حياته. كان زين العطار سابها ومشي. الشغلانه دي شكلها اللي بيحط رجله فيها ما بيعرفش يخرج. انت هتخوفيني ولا ايه؟ طب ايه، ناويه تكملي ولا لا؟ طبعا ناويه اكمل، بس نبقى مأمنين نفسنا. عندك حق، بس دي شغلانه هنتعلم منها. لا انا مش عايزاك تتعلم، بس انا عايزاك تركز تشوف كل حاجه بتحصل حواليك. ده لو عايز تكمل معايا. طب بما اننا مكملين بقى، ما تيجي نعلي الجواب؟ مش فاهم يعني ايه لازمه ان احنا نطول الموضوع؟ انا ويارا نتخطب على طول. والله لو انتوا متفقين على حاجه انا ما عنديش مانع. ومبروك تبقوا متفقين على حاجه. على العموم نخلص شغلنا الاول واللي يحصل يحصل. عمدة يا عمدة. ايه يا معتصم، مالك فيه؟ هيقتلوني ولا ايه؟ في رجالة في السوق بيقولوا ان شافوا رجالة موسى. موسى؟ موسى مين؟ موسى مين يا معتصم؟ رد عليه. موسى الجلاد. مواعيدك مظبوطة يا ماجي هاني. انا مش جاية لأي حد. ندخل في الموضوع؟ يا ريت. سمير الرايق قال انك عايزاني. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نعمل ديل ان احنا نشتغل مع بعض. ونوع الشغل؟ السلاح.
وانا ايه اللي يخليني اوافق انك تشتغلي معايا في السلاح؟ لاني معايا كلمه السر العطارين.